سامعين هواية عن قصص وعن قضايا تكون بيها المنازل المهجورة مثلاً أو المقابر أو المستشفيات القديمة تكون أماكن مسكونة، بس بقصة اليوم وقضية اليوم المكان المسكون هو أكبر بكثير من هيك شيء، لأنه هو بالحقيقة تقريباً مدينة كاملة كبيرة وواسعة مليانة جبال وغابات وأنهر انعرفت أنها من أكثر الأماكن المسكونة حول العالم. اليوم رح نحكي عن مجموعة من الحوادث الغريبة اللي صارت على مدار تقريباً 100 سنة، 100 سنة تسجلت بيها حوادث غريبة كلها مرتبطة بمكان واحد. المكان هذا هو منطقة يسموها إقليم الشمال الغربي بكندا، وتحديداً رح نحكي عن وادي بهذا المكان يسموه Headless Valley أو وادي الأجسام اللي بدون رؤوس. وأوعدكم أن ما أخذ هذا الاسم بدون سبب. شنو اللي صار بهذا الوادي وشنو الحوادث الغريبة اللي تسجلت بيه؟ هل موجود قاتل متسلسل بيه أو روح شريرة سكنتها حكوا عنها السكان الأصليين والأسكيمو من آلاف السنوات؟ اليوم رح نحاول أنا وياكم أنه نفك لغز هذا المكان. أنا ساري حسام وهسه 12:30. مساء الخير من جديد، فرحان كلش أنه رجعتوا حتى تشوفون فيديو جديد من قناتي. وفيديو اليوم أعتقد راح يكون واحد من الفيديوهات الخاصة والدسمة والثقيلة، لأنه عن قضية وعن موضوع حاب من زمان أنه أحكي بيه، بس كنت أجمع مصادر وده أحاول أنه ألقى يعني أربط الأحداث مال هذا المكان، لأنه كثير أكو قصص عنه. فاليوم ينتظركم فيديو جدا دسم وفيديو مليان أحداث. كالعادة ما أريد أطول بالمقدمة لأنه الفيديو راح يكون طويل، فجيبوا شي تاكلوه أو تشربوه، استرخوا وطفوا الأضوية، وخلنا نروح بسفرة الهيدلس فالي، الوادي الأجسام بدون الرؤوس. أكو منطقة صايرة بالشمال الغربي بكندا، المنطقة هاي اسمها إقليم الشمال الغربي. المنطقة هاي رغم أنها أرض واسعة وشاسعة وكبيرة جداً، إلا أنها تقريباً فارغة وما بيها أي بشر. يسكنها تقريباً بس 50,000 نسمة، ونصهم تقريباً من الأسكيمو اللي يهاجرون ويعيشون بقبائل بهاي المنطقة. رح نعطيكم مثال صغير حتى تفتهمون ليش قلت لكم أنه هاي المنطقة الشاسعة تقريباً فارغة وما يعيش بها أحد. ألمانيا عدد سكانها 83 مليون نسمة تقريباً. منطقة الشمال الغربي اللي دا نحكي عنها مساحتها 4 أضعاف مساحة ألمانيا، ويسكنها بس 50,000 فرد. فتخيلوا يعني شقد أنه عدد الناس قليلين بهالمنطقة. كون أنه ما يسكنها أحد، فتقريباً أغلب أراضي هالمنطقة عبارة عن أراضي برية، غابات شاسعة، جبال شاقة وأنهر وبحيرات ضخمة، وطبعاً يسكنها الكثير من الحيوانات البرية. حتى المتمرسين بالتخييم وبالحياة البرية ما يقدرون أنه يروحون لهناك، ويكون الموضوع خطر جداً عليهم. طبعاً هي هاي الأرض كلها خطرة، لكن أخطر مكان بيها هو منطقة بوسطها. المنطقة هاي اسمها The Nahanni Valley أو وادي نهاني. المنطقة هاي هي عبارة عن 11,000 ميل مربع من الغابات ومن البراري الشاسعة، متوسطة بمنطقة الشمال الغربي. سنة 1976 The Nahanni Valley هذا أو وادي نهاني تم اعتباره حديقة وطنية، لكن لا يخدعكم هذا العنوان كلش، لأنه هو مو حديقة يروحون يتنزهون بها العوائل مثلا، لأنها منطقة جدا خطرة ووعرة وبرية. أول شيء ماكو هناك أي مدخل لهاي المنطقة، وتحيط بها الجبال والكهوف، وماكو طريق واضح يوصلكم لهالمنطقة أو فنادق أو بيوت أو محلات قريبة، يعني منطقة بالعدم بنص البرية. وأصلا اللي يريد يوصل لها مثل ما حكيت لكم ما راح يلقى طريق واضح
يوصله لهناك، يعني أما يسافر بهليكوبتر مثلاً تنزله هناك، أو يسافر بقارب عبر الأنهر حتى يوصل ل يعني نص الوادي هذا ونص الغابات، أو إنه مثلاً يعني يضطر إنه يمشي مسافة طويلة صعوداً لحد ما يحالف الحظ ويوصل، وطبعاً هذا الشيء شبه مستحيل. طبعا الحكومة اعتبرت هاي المنطقة غابة وطنية بس حتى تمنع الصيد بيها وتمنع الناس انهم يوصلوا لها بدون مثلا يعني موافقات او شيء بسبب الحوادث السابقة اللي راح تشلكم عنها اللي صارت بيها، وايضا حتى يمنعون شيء ثاني راح تعرفوه خلال الفيديو. رغم كل هاي التحذيرات ورغم كل يعني الخطورة بهاي المنطقة، لأنه بعض الناس قدروا يدخلون لهناك وشافوا وصوروا مناظر طبيعية خلابة ما موجودة بأي مكان على سطح الأرض، أماكن ما وصلها البشر أبدا ولا شافتها عين قبل. لحد هسه الكلام كلش حلو، مكان بري طبيعي، طبيعي انه يكون يعني خطر ومو اي واحد يوصل له، بس هو بالحقيقة مو بس لانه خطر ولانه ماكو طريق واضح له، هذا المكان ما حد كان يوصل له. السبب الرئيسي انه من سنوات معروف على هذا المكان انه مسكون. على مدار آلاف السنوات أغلب القبائل مع الأسكيمو اللي كانوا يمرون بالقرب من وادي نهاني هذا ومن الغابات اللي بيه، كانوا كلهم يصير لهم شيء من اثنين، أما إنهم يختفون بدون أثر أو إنهم يغادرون من أول يوم يباتون بيه بهذا المكان. وهاي مو مجرد أقاويل، لا، هاي حوادث حقيقية. من هاي الحوادث صار حادث معروف جدا، القبيلة اسمها قبيلة ناها، وحاجي لكم قبل عن الشيء اللي صار وياهم، اعتقد حاجي بفيديو سابق انهم قبيلة كاملة من الاسكيمو خيموا بهاي المنطقة وثاني يوم اختفوا تماما بدون اي اثر وتركوا كل اغراضهم خلفهم، ولحد يومنا هذا احنا ما نعرف هاي القبيلة وين او شنو اللي صار لها. قبائل ثانية كانوا أيضا يغادرون الغابة من أول يوم ويشكون من أمور مرعبة كانت تصير وياهم، كانوا يقولون أنه مخلوقات غريبة عايشة بهاي الغابة كانت تهددهم وكانت ترعبهم وتطاردهم بأعماق الغابة. قالوا أنهم شافوا هاي المخلوقات أنها مخلوقات بيضاء اللون، وصفوها المخلوقات أنها شياطين بيضاء اللون كانت تجوب الغابة وتجوب نهر يشق هاي الغابة، وكانت ترعبهم بالليل وتسرق أكلهم وأغراضهم. قبائل ثانية وصفت أنه هاي المخلوقات هي عبارة عن ذئاب ضخمة بيضاء اللون ذات عيون مرعبة كانت تطاردهم هناك، وكانوا يسموها وهيلاز. اوكي، ممكن تحسون انه هذا مجرد فلكلور ويعني قصص تراثية تناقلتها هاي القبائل وانها ممكن تكون مو حقيقية، وهو اي بالفعل هاي القصص ممكن تكون فلكلور ومن نسج خيال هاي القبائل، لكن من بداية سنة 1900 وفوق بدأت تصير حوادث مرعبة جدا خلت الناس يتأكدون انه كلام هاي القبائل كان حقيقي. سنة 1904 ثلاث أخوان اسمهم ويلي وفرانك وتشارلي كانوا عايشين بمنطقة الشمال الغربي هاي، قلت لكم أكو ناس قليلين عايشين بيها. سمعوا لثلاث أخوة هذولة أنه بوادي نهاني اللي هو المنطقة الخطرة اللي موجودة وسط الشمال الغربي، سمعوا أنه بهاي المنطقة موجود ذهب وذهب كثير وبوفرة بالنهر اللي اسمه فلات ريفر اللي يشق الغابة هاي. سمعوا أنه بهذا النهر موجود كثير من الذهب وأنه أي أحد رح يروح له رح يصير ثري وغني. الثلاث أخوان ورغم كل الإشاعات الموجودة على هذا المكان أنه مسكون وكل شيء، قرروا أنهم يروحون لهناك ويدورون على الذهب. فكروا بينهم وبين نفسهم إذا كان هاي الغابة وهذا الوادي والنهر ما حد واصل له قبل، الكل يخافون، فأكيد إذا راح يكون بي ذهب راح يكونون هم أول ناس يستكشفوه وينقبون عنه، فراح يصيرون بيوم وليلة أثرياء.
الثلاثة انطلقوا برحلة صعبة جدا، بدت انه تنقلهم عربات يعني تقودها كلاب مدربة على هذا الشيء، وصلتهم لمكان اللي هو بداية نهر اسمه فلات ريفر. النهر هذا هو الطريق الوحيد لنهاني فالي، يعني ياخذهم هذا النهر حتى يوصلون لوسط الغابة ووسط هذا الوادي. بالفعل الثلاثة صعدوا بقاربهم ونزلوا لهذا النهر اللي وصلهم بمكان صاير بوسط وادي نهاني. نزلوا لهناك ويعني ركنوا قاربهم بالقرب من الجرف، ونزلوا بوسط غابة مظلمة جدا وهادئة، وعرفوا انهم هنا وصلوا الوادي نهاني اللي الكل يحكي عنه. نصبوا أول شيء خيمتهم، سووا مخيم، جهزوا كل أمورهم، وبعدها بدأوا ينصبون سدود أو فخوخ الذهب على يعني مدار النهر والمنطقة اللي هم بيها. طبعا سدود الذهب هي شيء مثل الأنابيب الضيقة والطويلة، يعني يمدوها على طول النهر، وطبعا الغاية منها أنها تصفي الشوائب الموجودة بالنهر، فيعني كل الطين أو هاي الأمور تمر من خلاله. أما الشغلات المعدنية والأثقل مثل الذهب تعلق بالأنبوب. بعد ما نصبوا كل أنابيبهم ظلوا ينتظرون، وبعد ساعات قليلة تفحصوا الأنابيب وشافوا أنها كانت مليانة بالذهب. بالفعل الإشاعات كانت حقيقية وكل الذهب وجدوه هناك. انتظروا وظلوا لمدار يعني كم يوم هم على نفس وضعيتهم منتظرين، وهم يجمعون بالذهب لحد ما امتلأت كل حقائبهم وكل الأنابيب اللي جايبيها وياهم. هنا قرروا انهم يرجعون للمدينة ويخلون كل الذهب هناك ويبيعوه او اي شيء، وبعدها يرجعون من جديد يحملون ذهب اكثر من النهر. هنا جمعوا كل أغراضهم، خلوا خيمتهم بمكانها لأنه عندهم كان أمل أنه يرجعون بعد كم يوم لنفس المخيم، لكنهم صعدوا بقاربهم وأخذوا وياهم كل الذهب وبدأوا يرجعون من خلال القارب لمدينتهم. لكن رحلة عودتهم ما كانت سهلة أبداً، كون أنه هاي المرة الجو كان عاصف فاصطدم قاربهم بصخرة أدت أنه القارب يتكسر ويغرق. ومو بس القارب اللي تكسر، وإنما أغرق وياه كل أمتعتهم وكل الذهب اللي جمعوه. الثلاثة قدروا أنه يسحبون كم شغلة من الأدوات المهمة بالنسبة لهم ويعني يسبحون للجرف مال النهر، لكنهم فقدوا كل الذهب اللي جمعوه. الثلاثة هنا نجوا بأعجوبة وكانوا جالسين على جرف النهر وهم مصدومين ومزعوجين من اللي صار وياهم، بس قالوا على الأقل أوكي خسرنا الذهب وكل شيء، بس عادي يعني رح نرجع، أنابيبنا ما زالت هناك بالمخيم وأكيد رح نقدر نجمع ذهب بقد اللي ضيعناه ويمكن أكثر. فقرروا حتى ما يرجعون وإيدهم فارغة إنهم يصنعون قارب من الأخشاب مال الأشجار المحيطة بيهم ويرجعون لمكان مخيمهم، بما أنه الخيمة منصوبة وبما أنه الأنابيب ما زالت بعدها هناك، فيأخذون أي ذهب يكون انجمع بهذا الوقت ويرجعون للمدينة. لكنهم من رجعوا من جديد للمخيم، طبعا صنعوا قارب بدائي ورجعوا للمخيم، لاحظوا أن الأنابيب هاي المرة كانت فارغة، ما جمعت أي ذهب. باتوا الليل وانتظروا للصباح وأيضا ما حصلوا أي ذهب، فخابت كل ظنونهم وآمالهم وقرروا أنه خلاص يرجعون للمدينة وبعدها يجون بيوم تالي. استخدموا قاربهم هذا ونجحوا أنهم أخيرا يرجعون لمنزلهم. بعد ما رجعوا للمنزل بكم أسبوع بدأوا الأخوين الأصغر اللي هما فرانك وويلي اثنينهم يحجون أنهم يريدون يرجعون من جديد النهاني فالي حتى يدورون على الذهب. قالوا لأخوهم تشارلي أنه هاي المرة هم مو بس سمعوا إشاعات، هم متأكدين أنه أكو ذهب هناك وبس محتاجين يعني أنه يصبرون شوية ويدورون أكثر، فراح يحصلون على ثروة ما تنعد وثروة تعيشهم ملوك كل عمرهم. بس أخوهم تشارلي حس إنه الموضوع بمخاطرة، إنه أنا ما راح أرجع وأجرب هاي التجربة المرعبة من جديد وما أريد أبعد يعني أوصل لهناك أبداً، خلاص إذا تريدون أنتوا تروحون روحوا وحدكم. والاثنين
بالفعل قرروا انهم يبدون هالمرة يحضرون نفسهم اكثر حتى من يروحون يكونون متجهزين، ومن يروحون يحصلون اكبر كمية يقدرون عليها من الذهب. فرانك وويلي استمروا لاشهر يستعدون لحد بداية سنة 1905 من اجى اليوم اللي راح يسافرون به لنهاني فالي من جديد ويعيدون المغامرة من جديد. هالمرة الاثنين ما سافروا وحدهم، وإنما أخذوا وياهم صديق لهم اسمه روبرت وير. هذا أيضا كان يعني مهتم بالذهب وكان حاب إنه يخوض التجربة وياهم ويمكن تتغير حياته. الثلاثة راحوا من جديد لنهاني فالي وغابوا كذا أسبوع. طبعا تشارلي أخوهم وأيضا يعني أغلب الناس تعرفهم ما قلقوا على غيابهم هذا، توقعوا أنهم لقوا كمية كبيرة من الذهب، فقرروا أنهم يظلون لفترة أطول حتى يجمعون كميات أكثر وبعدها يرجعون، خصوصا أنه يعني نهاني فالي هذا هو أصلا بعيد عن مدينتهم، فما راح يروحون ويرجعون أكثر من مرة. الأسابيع صارت أشهر وصارت سنة وصارت سنتين وما حد سمع عنهم أي شيء ولا رجعوا أبداً لمدينتهم. هنا تشارلي بدأ يحس بقلق وبدأ يحس أنه أكو شيء غلط. تشارلي هنا عرف أنه أخوانه إذا غابوا سنتين وياهم هذا الصديق الثالث فهذا شيء أبداً مو طبيعي، يعني أكيد ما راح يظلون يجمعون ذهب بهاي الغابة النائية لمدة سنتين. فجمع مجموعة من الأشخاص وياه وسووا فريق بحث وانطلقوا لنهاني فالي حتى يدور على أخوانه وصديقهم. وبالفعل بعد سفرة طويلة وصلوا للنهر اللي هو فلات ريفر، وبدأوا أنهم يعني يقودون قاربهم به وينظرون على جوانب النهر ويدورون على أي مخيم أو مثلاً أنابيب مال ذهب أحد مادها هناك، لكن ما كان أكو أثر لأي أحد. مشوا بساعات لحد ما وصلوا لنهاية النهر، أو هي بالأحرى بداية النهر. النهر هذا كان يتفرع من نهر ثاني أكبر اسمه نهر نهاني الشمالي. فوصلوا لهذا النهر وما لقوا وجود لأي أحد بكل هذا النهر. فهنا قبل ما يلحقون أنه يتخذون أي خطوة، قاربهم انعطف بيهم ونزلهم بهذا النهر الكبير اللي هو نهر نهاني الشمالي، وبدأ النهر هذا يأخذهم للأمام. المشكلة أنه نهر نهاني هذا كان طويل جداً، كان طوله 500 كيلومتر، وكان يعني الخطورة به أنه أولاً سريع وثانياً كان ما بيجرف أبداً. النهر هذا كان محاط بالكهوف العالية وبالجبال العالية، وكان يمر يعني من خلال هاي الجبال والوديان، فماكو جرف ممكن أنهم يرتاحون به أو يركنون قاربهم، كلها حافات حادة جداً. فكانوا مضطرين أنهم ما يتوقفون أبداً لحد ما يقطعون كل 500 متر هاي. والأصعب من هذا أنه النهر هذا كان يمر بكهفين، يعني يمر بالكهف الأول وبعده الكهف الثاني اللي هي هاي الكهاف، أو يعني نقدر نسميها وديان، يعني حافات شاهقة جداً حتى تمنع الشمس أنها تدخل لهذا المكان. فدخلوا وبسرعة شافوا نفسهم بأول وحدة من هاي الكهوف. المجموعة هنا ظلوا بهذا الكهف لساعات وهم يقودون قاربهم. وبهذا اليوم كان يعني الرياح قوية جدا وكانت عكس اتجاههم، فكانت تتصعب انه قاربهم يمشي. غير هذا الشيء بدا النهار انه يخلص، واصلا بمجرد انهم دخلوا بين هاي المرتفعات الشاهقة اللي دا تشوفون صورها الحقيقية هسه، اصلا يعني انحجب عليهم ضوء الشمس فصار المكان مظلم. فاول ما دخلوا بدوا يحسون بشعور مو مريح، بدأوا يحسون أنه أحد يراقبهم من الأعلى من هاي المرتفعات الشاهقة، أحد يراقبهم ويسمعون حركات بعيدة كأنها لشخص أو لأشخاص يلاحقوهم ويشوفوهم من بعيد. طبعاً هاي الكهوف بذاك الوقت وحتى هسه تقريباً ما وصلها أي بشر، فما حد يعرف هو شنو بيها.
المهم ظلوا هادئين لحد ما طلعوا من هذا الكهف تقريبا، وكانوا راح يدخلون بكهف ثاني يطلعهم خلاص لنهاية النهر. لكنهم قبل ما يدخلوا له شافوا على جرف النهر موجودة خيمة، كانت خيمة منصوبة. طبعا بسرعة يعني بما انه هذا جرف وعليه الخيمة، قرروا انه بسرعة يرتاحون ويركنون قاربهم على هذا الجرف ويشوفون منو بهاي الخيمة. نزلوا كلهم وراحوا حتى يتفقدون الخيمة، وهنا انصدموا باللي شافوا. من وصلوا للخيمة كانوا واصلين لظهر الخيمة، يعني خلف الخيمة، وخلف الخيمة وجدوا جثة. كانت جثة لرجل ممدد على بطنه وماد ايده كأنه دي يحاول يمسك شيء. الشيء هذا كان بندقية موضوعة بالقرب من شجرة. الشخص هذا او الجثة هاي كانت محترقة ويعني تقريبا شبه متفحمة، وأيضا كانت بدون رأس. كان واضح أنه حاول يأخذ البندقية قبل ما يصير بي اللي صار واللي إحنا ما نعرفه شنو. طبعا هنا انصدموا بالجثة، لكنهم راحوا للخيمة وبمدخل الخيمة شافوا جثة ثانية. كان رجل ثاني كان متغطي تقريبا ببطانية، نص جسمه طالع من الخيمة والنص الثاني داخل الخيمة، وكان يعني جثة متحللة بشكل كبير. من رفعوا عنه الغطاء لاحظوا انه هو ايضا كان بدون رأس. طبعا تشارلي وفريق البحث اللي وياه انصدموا جدا وبدأوا يدورون بهالمنطقة عن رؤوس هاي الجثث حتى يعرفون هي تابعة لمنو، لكنهم ما وجدوها بأي مكان. وبعد ما دوروا بداخل الخيمة وجدوا متعلقات شخصية وأوراق تثبت انه الجثتين هذولا هم ويلي وفرانكي اخوان تشارلي. اما الشخص الثالث اللي كان وياهم روبرت وير صديقهم ما كان له اي اثر، لانه وجدت جثه بعد كم شهر وجدوها الشرطه بهذا النهر لكن على مسافه بعيده من عنده. وجدوا هيكل عظمي بالاحرى ما كان جثه، وقالوا انها تابعه لروبرت لكنهم غير متاكدين، لانه سنه 1905 يعني ما كان اكو اي وجود لعلم الدي ان اي. الموضوع كان صادم ومرعب، شنو اللي صار وياهم وليش وشون ماتوا بهاي الطريقة البشعة. نوجد أيضا شيء غريب كان بالقرب من الخيمة وبالقرب من جثثهم، شيء كان منحوت أو محفور على الشجرة، كانت ملاحظة مكتوب بيها إنهم وجدوا الشيء اللي يريدوه، وكان واضح إنها انكتبت بإيد أحد إخوان تشارلي، يعني واحد من الجثث الميتة. وهذا الشيء معناه إنهم وجدوا اللي يريدوه، معناها إنهم لقوا الذهب. لكن وين الذهب؟ جثثهم إن وجدت وحدها وما وجد أي ذهب ولا بالنهر ولا بالقرب من خيمتهم ولا بأي مكان. تشارلي وفريق البحث بعد ما شافوا الجثث رجعوا بسرعة لمدينتهم وبلغوا الشرطة، والشرطة من راحوا لهناك وحققوا بالموضوع. الشرطة طلعوا بنظرية واحدة، قالوا إنه الثلاثة ممكن يكونون ماتوا من الجوع بهذا المكان وبعدها الحيوانات انقضت عليهم وأكلت رؤوسهم، وهذا يعني سبب إنه جثة روبرت إن وجدت بعيدة بالنهر، لأنه ممكن يكون دب هاجمه وسحب جثته بعيد وهو يأكلها. لكن ولا تشارلي ولا أي أحد من الناس صدقوا بهالكلام، لأنه أصلاً الحيوانات ما تفضل إنها تأكل رأس الجثة، وشون احترقوا اصلا اذا كان الموضوع مجرد انهم ماتوا من الجوع. كان معروف انه صار لهم شيء غريب، اما قبيله من السكان الاصليين طلعت عليهم واذتهم وسرقت ذهبهم، او صار لهم شيء من مخلوقات غير بشريه عايشه بهالمكان. بعد ما نشرت هاي القضية بالجرايد الناس انقسموا لاثنين، يعني جزئين. نص قالوا انه ممكن يكون روبرت هو اللي قتل الاثنين حتى يستولي واحدة على الذهب اللي جمعوه، واخذ الذهب وقدر انه يهرب، خصوصا انه قاربهم من وجد، وانه الهيكل العظمي اللي وجدوه الشرطة ما كان تابع له. هاي اول نظرية. ثاني نظرية كانت تقول واللي هواي صدقوها انه المخلوقات اللي عاشت بهاي الغابة واللي حكوا عنها قبائل الاسكيمو قبل سنوات هي اللي كانت مسؤولة على اللي صار بالتلافة. منا المنطقة هاي اللي هي المنطقة بالقرب من هذا النهر تسمت هيدلس فالي او وادي الرؤوس المقطوعة، وطبعا صار المكان مرعب اكثر والاشاعات عليه بيت تزيد يوم بعد يوم، وهالمره مو بس اشاعات لانه حرفيا صارت بجريمه او حادث غريب.
وتخيلوا انه لسنوات بعد ما حد وصل ابدا لهذا المكان او النهاني فالي هالمنطقه كلها، رغم طمع البشر بالثروه وبالفلوس، الا انه لسنوات ما حد وصل هناك. طبعا ليش طمعهم؟ لانه هالمره انثبت انه اكو ذهب وراء هاي الحادثه، انثبت انه هذا المكان بيه ذهب، ورغم كل شيء ما حد راح الا بعد 8 سنوات. بعد 8 سنوات، يعني تحديدا سنه 1913، جامع ذهب اسمه مارتن جورجنسون قرر انه ما راح اخلي قصص غبيه عن اشباح وهيك امور تمنعني من الثروه ومن الفلوس اللي ممكن احققها، فقرر انه يروح لهناك ويدور على الذهب. مو بس هيك، قرر انه يروح لوحده، ما ياخذ وياه اي واحد. وبالفعل طلع برحله صعبه ووعره لحد ما وصل لنهاني فالي، ووصل لفلات ريفر هذا، وراح خيم بمنطقة على بعد تقريبا 50 ميل من المكان اللي انوجدت به الجثث اللي بدون رؤوس. طبعا هو وصل لهناك بالشتاء والجو كان بارد جدا، فقرر انه يبني كابن او يعني كوخ خشبي صغير، وانه يظل كل الشتاء بهاي المنطقة وهو يعني يحاول انه يلقى الذهب. ما اعرف شلون جرأة عنده. المهم بالفعل سوى هذا الشيء، وبدأ من اول ايام ينقب على الذهب، وبالفعل لقى الذهب ولقى كميات كبيرة. بدأ من هاي اللحظة انه يوصل رسائل لعائلته ولأصدقائه انه بالفعل وجد الذهب وان حياتهم راح تتغير، وانطاهم موعد انهم بيوم معين من شهر معين من الصيف يلتقوا ويا اصدقائه يعني خارج النهاني فالي بمنطقة معينة، ينتظروه هناك حتى يجي وهو محمل الذهب ويساعدوه انه ينقله، وبعدها ياخذهم لنفس المكان حتى ينقبون سوا عن الذهب. فاصدقائه وعائلته كانوا متحمسين لهذا اليوم اللي من بعده راح يصيرون اغنياء وتتغير حياتهم. اجى هذا اليوم واجى الصيف، واصدقائه راحوا وانتظروه، وانتظروا يوم ويومين وثلاثه الى انه مارتن ما ظهر، فقلقوا عليه ودخلوا للغابه وقرروا انه يدورون عليه بالمكان اللي قال لهم انه بنى الكابن مالته بيه. فراحوا لهناك ودوروا عليه الى انهم انصدموا انه كوخه كان كله متفحم ومحترق. بالقرب من الكوخ وجدوا جثه، كانت جثه مارتن. وحزروا شنو؟ الجثة كانت محترقة وبدون رأس. طبعا بلغوا بسرعة الشرطة، والشرطة راحوا لهناك وبدأوا تحقيقهم، وما قدروا يلقون أي تفسير عن اللي صار لمارتن أو شلون مات أو وين رأسه. طبعا ما وجد ولا رأسه ولا الذهب اللي قال إن جماعة ورح يغير حياتهم برسائله، ما لقى ولا قطعة ذهب. الشرطة ما ربطوا بين هاي الحادثة وبين حادثة الأخوين اللي ماتوا من 8 سنوات بالقرب من هاي المنطقة، رغم أنه واضح أنه الحادثتين مترابطات جدا، لكن واضح أنه الشرطة كانت تتستر حتى ما ترعب الناس، لأنه الناس كانوا متأكدين أنه أكو شيء غلط. على الأقل أكو قاتل متسلسل عايش بهالمنطقة، كل ما يشوف أحد يجمع ذهب يروح عليه ينهي حياته ويقطع رأسه، وبعدها يسرق كل ذهبهم ويهرب. إذا عبالكم هاي النهاية فلا، كلش غلطانين. بعد 7 سنوات، سنة 1921، ورغم كل الإشاعات عن وجود شيء غريب بهالمكان وعن الناس اللي ماتوا بهالمكان، جامع ذهب اسمه جون أوبراين هو وشريك إله قرروا أنه يروحون ويتحدون كل هالحكي ويدورون على الذهب. بالفعل راحوا هناك، نصبوا مخيم ونصبوا كل فخوخهم وأنابيبهم، وبدأوا ينتظرون أنهم يجمعون الذهب. جون وشريكه او صديقه كانوا ايضا يعني اذكى من البقيه، يعني ما قرروا انه يخيمون ويعيشون هناك، لا، قرروا انهم ينصبون فخاخهم وانابيبهم ويروحون يرجعون لمدينتهم، ويرجعون بعد كم يوم وياخذون الذهب اللي جمعوه. طبعا يعرفون انه بسبب كل الكلام اللي على هذا المكان الناس راح تخاف تروح هناك، فما حد راح يروح ويسرق ذهبهم. فبالفعل نصبوا كل شيء ورجعوا. ورا كم اسبوع جون قال لصديقه انه راح يروح لنهاني فالي حتى يشوف ايش قد جمعت فخاخهم وانابيبهم ذهب، وقال لصديقه انه راح يغيب من 8 إلى 9 أيام مو اكثر، يكون بيهم وصل وجمع كل شيء وبعدها رجع، لانه قلت لكم الرحله تتطلب ايام لهذا المكان.
طبعا راح وكانوا ايضا ناسبين يعني كل فخاخهم على النهر نفسه اللي صارت به كل الاحداث السابقه. بالفعل راح لكنه غاب اكثر من اسبوعين. صديقه هنا قلق عليه فراح لنهاني فالي حتى يدور عليه من جديد، وهناك هو ويدور شاف جامع ذهب ثاني كان يحاول انه ينصب انابيب فاخذه وياه، وبداوا اثنينهم يدورون على جون. وبعد ما وصلوا للمكان اللي المفروض به المخيم مالته وجدوا جون بالفعل هناك. جون كان جالس ومنطيهم ظهره وكان امامه تقريبا نار مطفيه، يعني كان جالس بالقرب من مخيمه لكن النار كانت مطفيه. بدأوا ينادون عليه لكنه ما كان دا يرد عليهم، مجرد كانوا دا يشوفون شعره وهو دا يطير الهواء، وكان واضح انه جالس بمكانه. من اقتربوا من عنده انصدموا انه جون كان متجمد بمكانه، كان جثه جالس بهاي الطريقه ومتجمد. وجهه كان بدون اي تعابير، ولا تعابير خوف ولا رعب ولا اي شيء، وعينه كانت مفتحه، يعني ما مات مثلا هو ونايم وهو جالس، لا كان مجرد جالس ماسك بايده كتاب، وكان واضح انه كان جالس بالقرب من النار ودا يقرا. وبعدها وبلحظات تجمد. الشرطة من جوي قالوا انه شيء غريب جدا صار، انه ما تجمد تدريجيا، يعني بثواني تجمدت كل جثته، وما كانوا دا يفتهمون هذا الشيء شلون صار. ومن جديد الشرطة ما فتحوا اي تحقيق بالموضوع، وقالوا انه اي صح يعني موتة غريبة بس هو بنهاية حادث، يعني ماكو اي احد ممكن يكون قتله مثلا. ورا 5 سنوات صارت أرعب قصة صارت بهالمكان من وجهة نظري. سنة 1926 مجموعة من الصيادين من ضمنهم مرأة كان اسمها آني لافرتي كانوا دا يصيدون بنهاني فالي بنفس هاي المنطقة وبالقرب من هذا النهر نفسه. من بيت انه الشمس تغرب فقرروا انه يخيمون بالقرب من النهر بنفس المنطقة، فبالفعل نصبوا خيمتهم وجلسوا وبدأوا كل الليل يضحكون ويأكلون ويعني يحجون طبيعي لحد ما راحوا كلهم ناموا. وصباح اليوم التالي من صحوا من النوم آني ما كانت موجودة أبدا. دوروا عليها بكل مكان، بدأوا ينادوها، يمشون ويدورون عليها بكل مكان، إلى أنه آني ما كان لها أي أثر، اختفت. هنا الجروب كله فقدوا الأمل أنه يلقوها، فطلعوا من المكان وبلغوا الشرطة. وبالفعل الشرطة وصلت وسووا حملة بحث كبيرة جدا على آني، إلى أنه ما كان لها أي أثر بهالمكان. هنا فقدوا الأمل أنه يلقوها واعتقدوا أنها ماتت بطريقة ما. لكن بعد كم شهر وصلهم بلاغ من شاهد، وكان بلاغ غريب جدا. الشاهد هذا كان رجل اسمه تشارلي، وهذا كان أيضا صياد كان دا يصيد بنفس هاي المنطقة، ويعني سمع أصوات الصيادين اللي كانت وياهم آني وكان بالقرب من عندهم، لكن ولا هم شافوه ولا هو شافهم. افتهمتوا شلون؟ يعني كان دا يصيد بنفس المكان بالوقت اللي هم خيموا به، فهو أيضا خيم بالقرب من هذا النهر، لكن كان يفصل بينهم كثير من الأشجار ومسافة كبيرة تمنع أن يشوفهم أو هم يشوفوه. قال انه بليلة اختفاء آني صار شيء جدا غريب. قال انه نام عادي جدا بخيمته، لكنه قعد من النوم على صوت حجارة وصخور تسقط بالمي. قال انها ما كانت صخور كبيرة، كانت صخور صغيرة ومبين انها تنرمي من مسافة بعيدة. فصحى وبدأ انه ينظر للنهر حوله، وكان النهر مظلم جدا وواضح انه يعني بس ضوء القمر اللي كان دا ينوره. ما كان اكو اي احد دا يرمي حجاره بالنهر، لكن كان مستمر دا يسمع صوت الحجاره وهي تسقط بالنهر، ويشوف الاماكن مال المي الدوائر اللي دا تصير بسبب تساقط الحجاره هناك. طبعا حس انه معقول احد دا يسوي بيه مقلب او دا يخوفه، فقام من مكانه وبدا انه يمشي بالقرب من حافه النهر ويشوف شنو مصدر هذا الشيء. من وصل لشيء مثل التل فالتفت وسمع صوت حركة على هذا التل. هنا شاف أكثر منظر مرعب شايفه بحياته وأكثر منظر يقشعر. كانت مرأة بيضاء
كانت بدون ملابس وكانت تحاول انها تزحف على هذا التل بايديها وبرجليها مثل الحيوانات بالضبط. قالها انها تحاول انها تتسلق، فمن تتسلق بايديها وبرجليها كانت تدفع الحجاره انها تنطلق وتنرمي بالنهر، فهو هذا كان سبب صوت الحجاره اللي دا يسمعها بالمي. قال انه هاي المراه كانت منطيته ظهرها ودا تحاول انها تتسلق هاي التل الحاد جدا واليعني المنحدر. تشارلي قال انه المرأة هاي من حست بوجوده خلفها التفتت عليه وصار وجهها بوجهه وصاروا عين بعين. قال انه عينها كانت تلمع مثل عيون الحيوانات بالظلام، شايفين من توجهون ضوء على عين اي حيوان شلون يبدي انه يلمع. قال انه عينها كانت هيج، وبعدها شاف انه عينها كان شكلها غريب وكان شكل المرأة كلها غريب، كأنه شيء متلبسها، كانت بحالة غير طبيعية. فقرر انه ما يقترب منها ولا يسألها اذا تريد مساعدة، هرب وركض بسرعة وغادر المخيم. وبعد اشهر من شاف صورها بالجرايد يعني صورها بالهاي مال ميسنج بيرسون الاوراق الفلايرز، قرر انه يبلغ الشرطة بالشيء اللي شافه، لانه المرأة اللي شافها كانت نفسها آني، المرأة المفقودة. طبعا الشرطة ما بحثوا بعد عنها وتأكدوا انها اكيد تكون ماتت، لانهم دوروا بكل مكان وما كانت موجودة، فما اخذوا شهادتها على محمل الجد وخلص انهوا البحث عنها، ولليوم آني ما وجدت بأي مكان. بعد 4 سنوات سنة 1931 تسجل حادث جديد ايضا بهالمكان، كان لجامع ذهب اخر اسمه فيل باورز، راح لهناك وبنى كوخ بالقرب من النهر وبدأ يجرب حظه انه يلقى الذهب. وبعد كم يوم وجدوا اصدقائه كوخه وهو محترق تماما، وجثته كانت بداخل الكوخ ايضا محترقه. الشرطه من الجو اكتشفوا شيء غريب جدا، اكتشفوا انه الحريق بدأ بالطابق العلوي من الكابن او الكوخ، وجثة فيل كانت بالطابق الأرضي، وهذا معناه أنه كان عنده وقت كافي أنه يهرب من الكوخ لكنه ما هرب، وهذا معناه شيء واحد، أنه كان ميت قبل ما يندلع الحريق بالكوخ. ومن جديد طبعا الشرطة قالوا أن الموضوع كله كان حادث بسبب إهمال فيل وأنه ترك شيء يشتعل بالكوخ فمات عادي. بعد 5 سنوات ثانية سنة 1936 2 من المنقبين عن الذهب من جديد، كان اسمهم ويليام أبلر وجوزيف مولند، أيضا راحوا لهناك وبدأوا يبحثون عن الذهب، لكنهم اختفوا بعد فترة. ومن جت الشرطة ودورت عليهم وجدت كوخهم وهو محترق، لكن الاثنين من وجدوا لحد يومنا هذا، من وجدوا بأي مكان ولا نوجدت جثثهم. ورا 10 سنوات سنة 1945 جامع ذهب آخر اسمه أرنس راح هناك وبدأ يدور على الذهب، وبعد كم يوم أصدقائه وجدوه ميت بحقيبة النوم الخاصة به بالقرب من هذا النهر. ومن فتحوا حقيبة النوم هاي اكتشفوا إنه كان ميت وأيضا بدون رأس. وطبعا الشرطة من جديد، وأنا مستغرب لأن الشرطة الكندية دائما يعني قوية كلش، الشرطة من جديد قالوا أنه مات لأسباب طبيعية أو يعني بسبب مرض أو مات من الجوع مثلا والحيوانات أكلت رأسه، رغم أنه يعني كان واضح أنه أحد سد السحاب مال كيس النوم الخاص به، فكل الحيوانات ما راح يسدوه بعد ما يقطعون رأسه. إلا أنه كان واضح أن الشرطة كانت دتعاني وما دتلقى تفسير وما تريد ترعب الناس. وراها بسنة سنة 1946 جامع ذهب آخر اسمه جون باترسون راح لهناك النهاني فالي وأيضا اختفى، فراحوا أصدقائه ومجموعة بحث حتى يدورون عليه ودوروا بكل مكان بس ما كان له أي أثر. فريق البحث هذا هو ويدور عليه، وبعد كم يوم من البحث مرت قبيلة من الأسكيمو بالقرب من هذا النهر وهم رايحين بطريقهم، وقالوا لفريق البحث احذروا من مخلوقات غريبة بيضاء اللون شفناها تجوب الغابة والنهر بالأيام السابقة، اطلعوا بسرعة من الغابة لأنها راح تأذيكم. فريق البحث باتوا هاي الليلة، لكن صارت وياهم أمور غريبة جدا، سمعوا أصوات ذئاب عالية جدا وأصوات صرخات وأحجار ترمي عليهم من بعيد، كأنه أحد دا يقولهم غادروا هذا المكان بسرعة، وبالفعل غادروا بدون رجعة بدون ما يلقون الشخص اللي كانوا دا يبحثون عنه.
طبعا احاديث هواي طلعت عن هالموضوع واشاعات كثيره، منها انه قبائل الاسكيمو هم اللي كانوا يسوون هذا الشيء لان يعتبرون هاي الاراضي مقدسه بالنسبه لهم وما يريدون احد من البيض يوصل لها. البيض اللي هم يعني ما اعرف اذا احنا نعتبر بيض، بس الاسكيمو تعرفون شنو شكلهم، هم السكان الاصليين البيض احتلوا اراضيهم بمرور السنوات، اللي هم عادي الشقر يعني او الناس اللي بشرتهم بيضاء، فما كانوا يريدون هذول الناس يوصلون ويدنسون أراضيهم، فكانوا يطلقون الإشاعات إنه أكو وحوش تسكن هالمنطقة حتى يبعدوهم عنها، وكان كل ما يدخل أحد يحاول يجمع الذهب كانوا يقتلوه، ويعني بهاي الطريقة المرعبة إنهم يقطعون رأسه حتى يخوفون البقية. لكن مشكلة إنه قرى الأسكيمو معروفين إنهم جدا مسالمين وإنهم جدا بعيدين عن هاي الأمور، فلليوم الموضوع هذا مرعب وما حد يعرف شنو الحل وشنو اللي كان دا يصير هناك. وحزروا شنو، الحوادث استمرت، طبعا صارت أقل لأنه من الأربعينات يعني اليوم صارت أقل، مو لأنه المكان صار أمين مثلا، لا، بس لأنه أعداد الناس اللي يروحون هناك صاروا أقل، خصوصا بعد ما الدولة سوت المكان متنزه وطني، ما حد قام يروح هناك حتى يدور ذهب أو يصيد، فعدد الناس اللي يوصلون لهناك صار قليل جدا. الدولة أيضا أغلقت أجزاء كبيرة من هاي الغابة حتى تحمي الناس من الوصول إلها، خصوصا الهيدلس فالي هذا تحديدا، حتى ما حد يروح هناك ويأخذ الفضول وبعدها يصير بيه نفس الشيء اللي صار ويا البقية. ورغم كل شيء استمرت الحوادث لحد السنوات الأخيرة لناس أما اختفوا هناك أو انوجدوا وهم أموات وبعد لغز هذا المكان قائم. أنتوا شنو تتوقعون اللي يصير بي؟ تصدقون أنه ممكن يكون بالفعل مسكون بمخلوقات من هذا النوع أو بالجن أو بأي شيء كان، أو أن الموضوع كان من ترتيب البشر؟ متحمس كلش انه اقرا تعليقاتكم، اكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم، ولا تنسون تسوون لايك للفيديو، اللايك كلش يدعم الفيديو، واكيد اشتراك الناس اللي بعدهم مشتركين، وانتظروني فيديو جديد وقضيه جديده. تصبحون على الف خير.